بدر مين طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التحية والتسليم على سيدنا محمد وعلى أبيه إبراهيم وعلى أخويه موسى وعيسى وإخوانه جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وبعد، فنحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل، الله عز وجل أسبابا لما بلا أسباب، بأعمال لما بلا أعمال، بثمن لما بغير ثمن. ليش الله عز وجل لما النبي دعا إلى الإنفاق المال للتحرير وللجهاد في سبيل الله ولرفع شأن الأمة، فأتى أبو بكر فقال: عمر لأسبقن هذا اليوم أبا بكر، كل مرة بيسبقني بالفضائل اليوم بدي أسبقه. فذهب عمر فأتى بنصف ماله، نصف ماله قسمه قسمين وجاب ثروته كلها للنبي. فلما وصل إلى النبي وجد أبا بكر قد سبقه وقد أتى بكل ماله. فالنبي قال لي: عمر، ما تركت لنفسك وأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهما نصف مالي. وأنت يا أبا بكر، ما تركت لنفسك وأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال: ما بينكما في المنزلة والدرجة كما بين كلمتيكما. قال عمر: فعرفت أني لن أستطيع أن أسابق أبا بكر. فالنبي فضل أبو بكر، ما هي؟ فضل بحق لما بغير حق، فضل بثمن لما من غير ثمن. فما أظن أن فضلنا بعضهم على بعض شغلة عشوائية. ما أظن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وهو سيد الأنبياء وأفضلهم. طيب لنشوف شو عمل، شو عملوا سيدنا نوح؟ بألف سنة ما طلع معه غير 70 جنبة بين نسوان ورجال، ولو ما الله غرق الدنيا كان روحوا دبلكي. سيدنا إبراهيم نمرود حرقه، لو ما الله داركه كان صار صفوه. سيدنا موسى لو ما الله فلق له البحر كان فرعون نتفه وفره وتفريد. سيدنا عيسى، نحن بالعقيدة الإسلامية الله نجاه وخلصه، وإلا كانوا صلبوه فرموه. أما سيدنا محمد فرمهن، ما فرمهن فرم جهلهن وجاهليتهن. لو راد يفرم عظمهن ولحمهن فعل، لكن كان هو أعلى، ما عنده حق، ما عنده عداء، كان يعاني المرض ويناصر المريض. ما أراد أن يذبح العرب، لو أراد أن يقتل العرب لما فتح مكة كان أبادهم، فتحها بالقوة وبالسيف وهم الأذلاء الصغراء، وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ويستطيع أن يفعل كل شيء فيهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم، ما بس عفى عنهم، ما بس صفها عن جرائمهم، انتقل إلى غزوة حنين كان فيها أعظم الغنائم في كل الفتوحات الإسلامية، وزعها كلها على الطلقاء،
وما أعفى المهاجرين والأنصار منها شيئا، حتى رأس الأعداء وزعيمهم أبو سفيان أعطاه 100 جمل، قال له لابني معاوية قال له كما 100 جمل، ولابني زياد قال له 100 جمل. فصار أفضل الأنبياء لأنه أتى بأعظم الأعمال، عمل ما خرج من الدنيا إلا بنى الدولة، وبنى الدولة العالمية، ورب تلاميذه فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. أي نبي فعل هذا؟ فإذا الله جعله أفضل الأنبياء بعشوائية وبغير عدالة وبغير قانون، أم بالقانون الدقيق، قانون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فأمدهم مقابل أعمالهم، مقابل سعيهم، مقابل إخلاصهم. وما كان عطاء ربك محظورا عطاء الله لا يمنع عن طالبه، عطاء الله لا يمنع عن مستحقه، عطاء الله لا يمنع عمن يبذل ثمنه. الجنة بثمن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الغنى له ثمن، الغنى الحلال، الغنى الطاهر، أما الغنى الحرام قد يوصل صعب للأبر، يوصل إلى جهنم، يوصل إلى الذل والصغار. فكل بموازين الدنيا وموازين الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فإذا الفضائل والدرجات العالية تنال بإيش؟ بالسعي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء له. انظر كيف فضلنا، شو معنى انظر؟ يعني إذا كان عم شوف الدرجات العالية خلي تكون همتك عالية، واشتغل واسعى وابذل الجهد لحتى تصل إلى المراتب العالية بالأعمال الفاضلة وبالهمم العالية. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فالأولياء العلماء الأبطال، طارق، خالد، عمر، سعد، صلاح الدين، نور الدين، محمد الفاتح، لما صلوا للأجد صلوا للشرف، مشايخنا بإصار هيك يا نصيب. لما بالهمم بالسهر بذلوا كل وجودهم في تحقيق أهدافهم الإسلامية، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل والتفاضل ورفعة الدرجات. واحد بدر شعير، واحد بدر قمح من النوع الممتاز، هذا طلع له 1000 كيس وهذا طلع له 1000 كيس. القمح بياخذ سعره 2-3 ضعف من سعر الشعير، فإذا أخذ أفضل من هذاك فهذا التفاضل صدفة أو عشوائية أو على الكيف لما بالاستحقاق. هيك لازم نفهم الإسلام، هيك لازم نفهم الحياة، هيك لازم نفهم الدين. سيدنا أبو بكر صار أفضل من عمر هيك بشكل عشوائي، محابة، بغير استحقاق. أي استحقاق؟ كان أول المسلمين وأول الباذلين. لما ارتد العرب سيدنا عمر انهار، لما توفى النبي سيدنا عمر انهار، وقال من قال إن محمدا قد مات
لأقعن رأسه بسيفي هذا، إنما رفع كما رفع عيسى بن مريم وسيعود فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم. فإن أبو بكر عود أما سمعت الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال فكأني لم أسمعها إلا في تلك الساعة، في غض قتال المرتدين كما انهار سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر ما انهار. فإذا الله فضله في مواهب في استعداد، فلا ظن التفاضل والدرجات والشرف والمجد ينال بالتمني، بالحيلة، بالكذب، بالغش، بالخيانة. لا، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. جدوا يا أبي واجتهدوا وأخلصوا وتعبوا وابذلوا، وإذا تأخرت الثمرات بيكون شتلكم وغراسكم زيتون. فإذا تأخر السمر معناته إذا أسمر كمان الإسمار ما مؤقت، الإسمار كمان طويل، كما أن الإنتاج إجا بطيء كمان يصير الإنتاج طويل ومؤبد. ثقوا بالله، بوعد الله، ثقوا بالعلم، بالمنطق، بالعقل، بالفكر. فهذه مع الوحي، مع القرآن، مع الدين، كلها من منبع واحد ومن مصنع وصانع واحد. فلا يمكن العقل يتناقض مع الدين أو الدين يتناقض مع العقل، لكن العقل أنو عقل؟ ما العقل الجاهل، ما عقل الأغبياء، ما عقل المغرورين. ما فعل أبوك بحماره باعه، إذا هذا في عقل، لكن عقل إيش؟ عقل الجاهل المركب. الله يعطيكم عقل العقلاء الكبار، عقل الفضلاء، عقل الأتقياء، عقل الأدباء، الأذكياء، الأولياء. قال انظر كيف فضلنا. إذا كان في تفاضل في منازل أعلى، إذا قال لك انظر هالخبزات ونقي لحالك، في محروق وفي معجن وفي منشف وفي مأمر وفي عليه سمسم وحبة البركة ويانسون. انظر التفاضل بين الخبز، شو معنى انظر؟ النقي، نقي على كيفك، بقلاوة، خبز، شوندر، فصة، تبن. إذا الداخل حمر قال له انظر، وين انظر؟ عالتبنات. أخي هاي في فستق في فيتامين، قال له لا غلطان، الفيتامين بالتبن. بعقل، لكن عقل ايش؟ عقل حمار. الله يعطيكم عقل الموفقين، عقل السعداء. اذا ما عندك عقل امشي بتقوى الله، الله بيعطيك عقل كبير. الله لا، ما نقول عقل الله، نقول حكمة الله. فاذا مشيت على شرع الله العقل مدبر لاجل ان تنجح. فاذا صار تمشي على تدبير الله، على مخطط الله، إيه انت سيد الناجحين. اذا عقلك ما ادرك، حط ثقتك بالله، ولا تقول عقل الله اعظم، قول علم الله اوسع وحكمة الله احكم وتدبير الله اصح. خلص غبي بدك تنجح. ابو هريرة شو كان؟ بلال شو كان؟ الوثنيين شو كان؟ إيه بالقرآن والتشريع الإلهي شو صاروا؟ والآن نفس العملية، الألماس ألماس، الذهب ذهب، السمن سمن. الله يرجعنا إلى القرآن، رجوع العلم، رجوع الإيمان القلبي الحقيقي، رجوع العقل والفهم والعمل والتطبيق. فأنتم صيروا أسياد وصيروا سعداء ومسعدين، راشدين ومرشدين،
سعداء ومسعدين، وهيدأني يا ابني، والله أنا لكم ناصح أمين، والله لا أريد من كل ما أبذل جهدي إلا سعادة الآخرين، القريب والبعيد، من أعرف ومن لا أعرف، لا أبتغي بذلك جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، فضلهم بالعلم بالعمل. كان عليه الصلاة والسلام يقول فضل العالم على العابد، أي عم يفضل العالم على المتعبد، كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب. هاي الله عم يفضل، عم يفضل بإيش؟ فضل الجاهل على العالم. قال فضل العالم، والمقصود من العالم ما بمصطلحنا نحن، العالم بمصطلح الله، مصطلح القرآن، الذي ملئ من خشية الله، من محبة الله، من معرفة الله، تفجرت في قلبه ينابيع الحكمة، وآتاه الله علما وحكما، العلم اللدني والحكمة الربانية في قلبه وفكره وأقواله وأعماله وسلوكه. ففضل، لكن التفضيل باستحقاق، التفضيل بجهد، التفضيل ببذل. فإذا قلنا القمح أحسن من الشعير ومنعطيه ثمن أكثر، ليش عم بتفضلوا يا أخي؟ أخي هو زرع قمح، أنت زرعت الشعير كل سنة، فليش عم تزعل؟ إذا بدك مثله اشتغل مثله، أما إذا ما بتشتغل مثله وبدك تأخذ مثله، أو في ناس غير هيك ما بيشتغل وما بده يؤذي ويحسد ويخرب ويفسد على المحسن، على المجد، على المجتهد، هذا كمان ما بينجح، هذا كمان ما بينجح، ما بتحق إلا الحقيقة. جدوا وشمروا يا ابني، ولا تكونوا من أصحاب الأمانة، كونوا من أصحاب العلم والعمل، العقل والخلق، الاستقامة والصدق والأمانة. قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، في تفاضل في الدنيا وفي تفاضل بالآخرة. فإذا تفاضل الدنيا حريصين عليه، وإذا شفنا واحد أفضل منا إذا كنا عقلاء نمشي بخطه، وإذا كنا غير عقلاء من عاكسه بيظننا أنه إذا حسدناه وعاكسناه بنأخذ نعمته. الحاسد ما بيأخذ نعمة المحسود، بالعكس بيفضح نفسه وبيأذي حاله وبيحقر مكانته وفي الدنيا وفي الآخرة. فالعاقل يشتغل مثله. الحسد حسدين، حسد مذموم أن تكره هذه النعمة وتحاول عليه إفسادها وتنغيص نعمته عليه، هذا بتكسب الاسم وبتكسب سوء المنزلة. في حسد الغبطة، هذا محمود، أن تتمنى أن يعطيك الله كما أعطى. إذا بتتمنى اشتغل كما اشتغل، اسلوك كما سلك، تعب كما تعب، أما بالأمانة وبالأسى ما بصير يعني. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ورد أن أبا سفيان وبعض كبراء قريش حضروا على باب عمر يطلبون الدخول، يطلبون الدخول عليه، وكان مع كبراء قريش ممن يطلب الدخول على عمر كان صعاليك الصحابة، إن فقراء ودراويش كبلال وصهيب وأمثالهما. فخرج الآذن فأذن
لفقراء الصحابة كبلال وصهيب بالدخول، وأخر عظماء قريش كأبي سفيان وأمثاله. فغضب أبو سفيان وقال لسهيل ابن عمرو، كان من عظماء قريش، فقال له انظر يعني كيف يفعل عمر، الصعاليك بيقدمون علينا ونحن العظماء ونحن الزعماء. فقال سهيل لأبي سفيان لماذا تغضب؟ إنما أتينا من قبلنا، أن الحق علينا، علي وعليك، إنهم دعوا إلى الإسلام ودعينا، ونودوا ونودينا، فأسرعوا وأبطأنا، وأطاعوا وعصينا، ولبوا وتمردنا. وهذا باب عمر فسبقونا إليه، وهكذا سيكون التفاوت والتفاضل في الدار الآخرة، سيسبقون إلى الجنة وإلى الفردوس وإلى المنازل العليا. ولئن حسدتهم على باب عمر فما أعد الله لهم في فردوسه وجنانه لهو أعظم وأفضل وأكبر وأكثر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل سكون قلبك، ولا تجعل اتجاه فكرك، ولا تجعل مصادر توجيهك وأوامرك ورسم منهاجك في الحياة غير الله. بده يكون الله منه تأخذ الأوامر والوصايا والتعاليم والإرشاد وطريقة الحياة وطريقة العمل. فإذا جعلت مع الله إلهاً آخر، جعلت هواك بدك تعمل عمل، امتثل أمر الله، لما امتثل أمر الهوى عند الغضب الله بيقول لك اجزم غيظك، هوى نفسك بيقول لك اقتل، ضرب، سب، انسبه إلى باطل، إلى كذب، نقصه بغير حق، هذا شرك، هذا الشرك خفي. حبيت إنسان الله عز وجل ما بصير تعطيه ما لا يستحق بحسب الدين، فتعطيه حقه، بتحبه، إذا حبه بده يوصلك إلى معصية الله بدك تبتعد عنه، بدك ما تقربه، بدك تحب بحب الله، تبغض ببغض الله، تعادي بمعاداة الله، تصادق بموالاة الله. فإذا كنت موحد هكذا تجعل الإله إلها واحدا، فتكون في الدنيا مسرورا ومنصورا وموفقا وسعيدا، وتتحقق لك ليس أمانيك ولكن فوق أمانك. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، يعني فتصير ويكون أمرك فتقعد مذموما ومخذولا، بذمك الناس، بذموك العقلاء، الصلحاء، الملائكة، الله، ومخزولة تخزن، لا تنجح، لا تتوفق، لا تنتصر، لا تسعد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن أبواب الدنيا الله عز وجل يقول مفتحة لمن يطلبها بإرادة وعمل وجد واجتهاد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله.
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.